بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فإن من المعاني العظام التي يتلمسها الحاج في حجه ومن المقاصد التي يلتفت إليها في أداء المناسك شعار الحج التلبية لبيك اللهم لبيك، التي هي أولى خطوات الحج يشرع بها الحجيج عند إحرامهم من الميقات. يهلون بالتلبية يعلنون دخولهم في هذا النسك قاصدين بيت الله الحرام بعمرة متمتعين بها إلى الحج، أو بعمرة مقارنة للحج، أو بحج وحده. وكيفما كان الدخول في النسك عند الإحرام به حجاً أو عمرة، فإنه يشرع للمحرم أن يهل بالتلبية أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معكم في مجلس سابق أن التلبية شعار الحج وزينته، وأنها أيضاً مظهر من مظاهر الإعلان بالتوحيد لله جل جلاله، وإعلان الإخبات وتعظيم ربنا الكريم في أداء المناسك والإقبال عليه، والإعلان بهذا الأصل العظيم والقصد الكريم في توحيد رب العالمين بالاعتراف له بالحمد والمجد والثناء والملك جل في علاه. مجلس الليلة يا كرام نقضيها مع هذه الجملة المباركة، مع شعار الحج لبيك اللهم لبيك، فإنها من المعاني العظام التي قلما يلتفت إليها الحجيج، فتراهم في الغالب يزهدون في الإكثار منها ويستقلون، وترى كثيراً منهم لا يكاد يلبي إلا إذا سمع الجموع من حوله تلبي فشاركهم، وإلا فيظل ساكتاً. وترى كثيراً ممن يلبي لا يكاد يلتفت إلى ما تحمله هذه الجمل العظيمة من جلال ومعنى كبير يراد أن تعيشه القلوب وهي تحج بيت الله الحرام. وبين يدي الحديث عن معاني التلبية وما تحمله في داخلها من مضامين وحكم ومقاصد وأسرار ومعان بليغة يحسن بنا الوقوف عندها، فإن بين يدي هذا ها هنا حديثاً يبين لنا شرفها وفضلها وتلبيتها. وقد جاء في السنة جملة من الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين مكانة التلبية وعظيم شأنها لمن أقبل على بيت الله الحرام بحج أو بعمرة. في الحديث الصحيح قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج بالعين رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء بالنسك هدياً وأضحية، هدياً واجباً أو هدياً مستحباً. وكذلك الدماء التي تذبح في المناسك فإنها من الثج التي تراق فيها الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الترمذي وحسنه الألباني: أفضل الحج العج والثج. إذن في حجك من أفضل أعمالك التي تتقرب بها إلى الله أن ترفع صوتك بالتلبية، التلبية التي هي خير ذكر للحاج حال إحرامه. فإذا أحرمت في العمرة من الميقات، أو ستحرم بعد غد أو بعده إن شاء الله بالحج من مسكنك الذي أنت فيه، فإن خير ما تشغل به وقتك وأعظم ذكر تتقرب به إلى ربك طالما بقيت محرما حتى تتحلل يوم العيد برمي جمرة العقبة هو أن تكثر من التلبية، قائما وقاعدا، داخلا وخارجا، مصبحا وممسيا، مقبلا ومدبرا، تقولها في الطرقات وعلى الفراش وفي المسجد وفي الأسواق، تعلنها ترفع بها صوتك رغبة في حصول هذا الأجر والخير والفضل العظيم. في الحديث الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وذلك لما أحرم عليه الصلاة والسلام من الميقات، فلما كان بذي الحليفة وأتاه هذا التوجيه الكريم حث أصحابه فرفعوا أصواتهم بالتلبية، وسيأتيك هدي السلف في هذا الباب. قال: فما بلغوا الروحاء وهو موضع قرب المدينة حتى بحت أصواتهم رضوان الله عليهم. أخرج الترمذي عن حديث سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي، وليس يلبي إلا المحرم في إحرامه، الحاج والمعتمر، يقول عليه الصلاة والسلام مبيناً طرفاً من أجرها وفضلها في ميزان الحجيج والمعتمرين، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. يعني يلبي كل شيء من خلق الله يميناً وشمالاً، شجر وحجر ومدر، كله سيجاوبك التلبية، لأن هذا الشعار تستجيب له المخلوقات وتلبي معك لله عز وجل، فتشهد معك وتكون في صحيفتك. ارفع صوتك ليبلغ مدى صوتك ما شاء الله من خلقه، فتلبي تلك المخلوقات معك. لا تهمسن همسة، والكلام للرجال، فإن السنة في حقهم أن تضج الفجاج والطرقات، الحافلات والمخيمات، أن تضج بأصوات الحجيج، يجأرون بالتلبية لرب البيت العتيق. وأما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن كما جرت أحكام الشريعة للنساء بالحشمة والخفض والقرار، عفة لهن وصونا وطهرا. التلبية ورفع الصوت بها من خير أعمال الحجيج، ومن أعظم ما يتقربون به إلى الله. وما زلت أقول: مؤسف هو هذا الاستقلال من التلبية. بعضنا إذا أحرم تكاد تحصي كم مرة لبى، وتكاد تعدها عدا، وحقها أن يملأ بها وقته، فلا تمر عليه الدقائق والنصف ساعة الأولى والساعة والثنتان، وأن يمر يومه وليلته وهو في حجه إلا وقد ملأ صحيفته تلبية، إلا وقد أسمع الكون والأفق علواً وسفلاً تلبيته، فيلبي من عن يمينه وعن شماله كما سمعت في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كانت التلبية يا كرام بهذا المعنى العظيم، لأنها كما يقول السلف، يقول مجاهد رحمه الله: التلبية شعار الحج، لكل شيء شعار. شعار الحج ليس راية ترفع، ليست جملاً تردد تنتمي إلى ولاءات وأحزاب ومذاهب وأفكار. شعار الحج الذي يشترك فيه المسلمون عرباً وعجماً، صغاراً وكباراً، فقراء وأغنياء، شعار واحد، أن يقول الكل لبيك اللهم لبيك. هكذا فهم السلف أنها كلمة يقولها العربي ويقولها الأعجمي ويقولها الآسيوي والأفريقي والأوروبي والأمريكي والأسترالي وكل شعوب الدنيا، كل خلق الله إنساً وجناً يقولون هذه الكلمة، فأصبحت شعاراً للحج إذا أقبلوا إلى بيت الله الحرام. يقول مكحول رحمه الله: التلبية شعار الحج، فأكثروا من التلبية عند كل شرف وفي كل حين. الشرف المكان المرتفع، إذا سرت في طرقات فعلى بك الطريق بين جبلين أو في مرتفع، قال: فأكثروا من التلبية عند كل شرف وفي كل حين، وأكثروا من التلبية وأظهروها. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: التلبية زينة الحج، فأي حج هذا الذي تغيب فيه زينته؟ حج بلا زينة لا تملأه تلبية، لا يكون إحرامك هذا قد ملئ تلبية حتى ترمي جمرة العقبة فتحل إحرامك وتستبدلها بتكبير. أي زينة لك في حجك؟ ليست زينة الحج بلباس، فكلنا سيرتدي الإزار والرداء، ليس في لبس الفاخر ولا في زينة نتعاطاها. قد حرم علينا في الإحرام الطيب ولبس المخيط،
فبأي شيء تتزين أيها الحاج؟ بكثرة تلبيتك لربك وأنت محرم في حجك. كان سعيد بن جبير سيد التابعين رحمه الله كان يوقظ ناسا في المسجد ويقول: قوموا لبوا فإن زينة الحج التلبية. كان يعظهم يذكرهم أنه لا ينبغي لحاج أن يظل صامتا، أن يكون ساكتا، فضلا عن أن يستبدل هذه الكلمة العظيمة بأمور أخرى من الانشغال بالأحاديث والقيل والقال. نعم، ليس لأحدنا غنى عن كلام مع صديقه ورفيقه ومن يجاوره ومن يصاحبه في رحلة حجه، لكن ليكن كلاما بقدر الحاجة، ليكن بقدر ما تحتاج أن تؤدي به غرضا ومقصدا. وباقي الوقت أيها الحجيج املؤوه رعاكم الله بما يحب أن يسمعه منكم الله. جئت بيته، أسمع ربك ما يحب حتى يؤتيك ما تحب. أما تريد أشياء؟ أليس في نفسك مطالب؟ ألست تحمل في قلبك دعوات وقد عزمت أن تنثرها في عرفات وأن تسكبها عند الجمرات وأن تقولها في الطواف والسعي؟ وقد قصدت ألا يكون موضع لك في منى ومزدلفة وعرفات إلا شهد وقفتك ويشهد لك يوم القيامة أنك أتيت وأفرغت فيها دعوات؟ قبل أن تطلب من ربك ما تحب، أسمع ربك ما يحب. في الإحرام يحب منك الله هذه الجمل العظام. لماذا التلبية؟ لماذا سماها السلف زينة الحج؟ لماذا سموها شعار الحج؟ لماذا كانت أول شيء نفعله عند الإحرام لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ثم تظل تقول لبيك اللهم لبيك حتى تملأ بها وقتك، تدعو عند الطواف وفي المسعى، لكنك تمزج ذلك بتلبية جليلة عظيمة تملأ بها ليلك ونهارك وتجعلها ديدنك صبحا ومساء. السلف كانوا يعيشون معاني التلبية، وكانوا أرادوا أن يشعروا أنفسهم والناس من حولهم أن التلبية استجابة، أنها معنى عظيم يعيشه الحجيج. ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن التلبية للمحرم حال إحرامه هو خير أنواع الذكر وأفضله الذي يتقرب به إلى الله، بل قال بعضهم هي له في ذاك الوقت خير له من قراءة القرآن، والقرآن كلام الله. ليس لشيء إلا لأن هذا وقت تلك العبادة، والعبادة إن خصت بوقت وتقيدت به كانت أفضل من غيرها، ولو كان غيرها أفضل منها إطلاقا من حيث الجنس. لكن العبادة التي تخص في مكان معلوم وزمان معلوم تبقى الأولوية لها والفضيلة لها، ولو كان غيرها من العبادة في الجملة أفضل منها. هذا فهم دقيق يا كرام، ولنعش معاني التلبية التي نريد أن نقف عندها. التلبية عند العرب تقول لبيك، يعني أجبتك مرة بعد مرة. كلمة تقال عندما يناديك أحد باسمك، يقال لك يا فلان أو يا أبا فلان. عند العرب ستقول نعم للمنادي أو تقول له ماذا تريد، لكن الأعظم والأكثر أدبا من كل ذلك أن تقول لبيك. لبيك فيها أدب، فيها إجابة، فيها احترام، فيها تعظيم للمنادي. ولهذا فإن لبيك عند العرب يقولها العبد لسيده، يقولها الولد لأبيه وأمه، يقولها التلميذ لأستاذه وشيخه. فإذا نودي أحد من هذه المقامات الرفيعة ناداه أبوه أمه أستاذه وشيخه، ناداه نادى مثلا السيد عبده، فيقول لبيك ولا يتجرأ أن يقول نعم أدباً واحتراماً. فيها معنى الأدب والاحترام، وفيها معنى تكرار الإجابة. تقول أجبتك مرة بعد مرة، يعني نعم بعد نعم وألف نعم، يعني أنا بين يديك فاطلب ما تريد، أجبتك، لبيك، ما طلبك، أنا رهن إشارتك. هذه المعاني الممتلئة أدباً واحتراماً تحملها كلمة لبيك. والسؤال هو لما تقول أنت عند الإحرام لبيك، من ناداك؟ هل سمعت اسمك؟ ما ناداك الله؟
الذي نادى إبراهيم الخليل عليه السلام، لأنه امتثل أمر الله الذي قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتون على أرجلهم كما قلنا غير مرة، وعلى كل ضامر، يعني راكبين، يأتون ماشين وراكبين، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمن أين جاء لبيك؟ وكأنك عندما تأتي عند الإحرام في الميقات وتقول لبيك اللهم، أنت تقول لبيك يا ربي. هل ناداك الله؟ هل دعاك؟ الجواب نعم، ناداك فأجبت، دعاك فقلت لبيك. هذا النداء الإبراهيمي الذي أذن به الخليل عليه السلام، وفي آثار عجيبة تصف لك هذا المعنى الذي لو فطنت له والله لاقشعر بدنك، وأنت تعقل معنى التلبية عند الإحرام في العمرة من الميقات أو عندما تحرم بعد غد بالحج. اسمع رعاك الله. أخرج الإمام الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: ربي، وما يبلغ صوتي؟ إذا كان سيؤذن كيف يسمع الناس والله يقول: وأذن في الناس؟ قال: ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام: أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض. وفي رواية ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه؟ قال: فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء، لبيك اللهم لبيك. تجاوبت معه المخلوقات فنطقت وأنطقها الله: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية مجاهد قال: فأسمع الله عز وجل صوت إبراهيم عليه السلام لما أذن بالحج، قال: فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجاب من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. يعني أنت لبيت لما كنت نطفة في أصلاب أجدادك وأرحام أمهاتك لما أذن الخليل عليه السلام، وها أنت اليوم لما خلقك الله وأخرجك إلى الوجود وشرت عبدا تمشي على رجليك وتقوم بحياتك، أتيت تحقق ذلك النداء الذي أجبت به: لبيك اللهم لبيك. قال مجاهد: قام إبراهيم عليه السلام على المقام حين أمر أن يؤذن في الناس بالحج، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام حينئذ، منذ آلاف السنين لما أذن الخليل إبراهيم عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت القرى، فأذن عليه السلام في الناس بالحج. كل ذلك آية أراد الله بها أن تكون قصة بناء الكعبة والأذان في الناس بالحج أمراً عجيباً ومعجزة ربانية كريمة حتى يقوم الحج. ومنذ ذلك اليوم ما وقف الحج ولا انقطع الحجيج إلى بيت الله الحرام. نعم، اعترى بعض ذلك في بعض الأزمنة، اعتراه شيء من دنس الجاهلية وتلطيخها بالوثنية ونصب الأصنام حول الكعبة وعند الصفا والمروة، لكن الحج من قطع حج العرب على الجاهلية في شركهم بالله، وكانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومع ذلك من قطع الحج حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فطهر البيت وامتثل أمر الله وأعاده إلى الطهر الذي كان زمن جده الخليل إبراهيم عليه السلام. هذه التلبية يا كرام التي ينادى بها ويستجيب لها الحجيج كل عام. وقد أخرج القرطبي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأجاب من كان في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. اسمع، يقول: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، إن أجاب مرة حج مرة، وإن أجاب مرتين فمرتين، وجرت التلبية على ذلك. أن من كتب الله له أن يحج
مرة أو مرات فهو بقدر ما أجاب في الأزل لما كان نطفة في عالم الغيب وقال لبيك اللهم لبيك عند أذان إبراهيم الخليل عليه السلام. صعد إبراهيم عليه السلام كما قال ابن كثير قام على المقام، وقيل على الحجري يعني الحطيم أو حجر إسماعيل، وقيل وقف على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس. هذه الآثار التي أفاض في سردها المفسرون الأئمة الطبري والقرطبي وابن كثير عن هؤلاء السادة من السلف من الصحابة والتابعين ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم كثير توقفك على جلالة اللفظة التي تقولها عند الإحرام لبيك اللهم لبيك. أنت تجيب ذاك النداء وتقول أتيتك يا رب، قصدتك، توجهت إليك، ثم أنت تحث الخطى قادما إلى مكة وتحث الخطى غدا إلى مينا مزدلفة عرفات، وكأنك تقول أتيتك يا رب وعزتك إني مقبل على طاعتك، تقولها بكل شرف وفرح وفخر. يا إخوة، هذا المعنى ينبغي أن تمتلئ به القلوب عند التلبية. التلبية لله حبا، التلبية لله أدبا، التلبية لله خضوعا واستكانا. أرجوكم، ليست نشيدا يعزف على الألسنة، لا والله، هي كلمات تقطر تعظيما وإجلالا وخشية، ليست طربا تتمايل معه الرؤوس وتهتز معه الأبدان، هي كلمة أنت تقولها يا رب ها أنا ذا اليوم في بيتك الحرام، ها أنا مقبل على المشاعر العظام، أتيتك يا رب باحثا عن رضاك ورحمتك، طامعا في فضلك وعفوك وعافيتك، تأتي معلنا خروجك من الدنيا وتثبت ذلك، فتنزع لباسك وتكشف رأسك، تظهر فقرك ومسكنتك، وتقول لبيك يا رب، ولسان حالك يا رب تجردت، تعريت، أقبلت، جئتك يا رب فقيرا من كل شيء، متجردا من كل شيء، معلنا انطراحي بين يديك، تعلنها تعظيما لله. فلما يقول أحدكم في إحرامه لبيك اللهم لبيك، فلينطق بها قلبه وليخفق بها صدره قبل أن يتحرك بها لسانه. هي كلمة والله في غاية العظمة، وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حفظ الصحابة تلبيته فعاشوا بها ورفعوا أصواتهم وأسمعوا الدنيا كلها تلبية التوحيد والاعتراف. هذا أدب إذن، هذا حب لله إذن. التلبية أيضا يا كرام هي اعتراف وإخبات لله جل جلاله في تلبيتنا. نحن نوحد الله عز وجل، أما قلنا فيها لا شريك لك، ثم ننسب كل ذلك لله وحده، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتعلن تجردك لله وانقطاعك لله وتبرؤك من كل شيء، فتنسب كل شيء إلى الله وتقول ليس لك من نفسك شيء. هذا التوحيد الخالص، هي كلمة التوحيد. وقد مضى في مجلس قبل ليال أن واحدا من أعظم قضايا الحج التي جئنا لأجلها نحج، كما قال الله للخليل عليه السلام ألا تشرك بي شيئا، إقامة التوحيد وإعلانه. عبارات التلبية واحدة من شعارات التوحيد، من كلماتها العظام، من جملها الكبيرة التي يجب ألا تقف على حد الألسنة ولا تقف محبوسة في الأفواه، بل ينبغي أن تخالط القلب وأن تمتزج بالدماء. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أعلنها خالصة، أنك تعلن توبتك، ندمك، انقطاعك من كل لوثة قد تكون أصبتها في حياتك. لا ينظر الله إلى قلبك تلك الساعة فيرى شيئا تعلق به قلبك سواه سبحانه، لا السحرة ولا الكهنة ولا الدجاجلة ولا خرافاتهم ولا أساطيرهم ولا التمسح والتبرك بالأضرحة والقبور للصالحين والأنبياء والأولياء، ولا اعتقاد أن ولياً أو إماماً أو شيخاً أو عالماً يمكن أن ينفعك أو يضرك من غير الله. انزع كل ذلك، ولا يرى الله في قلبك إلا صدق الإقبال عليه. فالتلبية إعلان،
لا تقلها وحالك يخالف ما يقوله لسانه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إعلان بتوحيد خالص. التلبية ليست توحيدا وأدبا فحسب، التلبية أيضا تمجيد لله، فأنت تنسب له الحمد، تنسب له النعمة، تنسب له الملك. والله عز وجل يحب سبحانه أن يحمد ويحب أن يثنى عليه. نحن نصلي 5 مرات كل يوم وليلة، ونركع فيها 17 ركعة على الأقل في الفرائض، 17 ركعة. والفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وأول آياتها الحمد لله رب العالمين، ثم تمجده وتثني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه أنت أن تقولها كل يوم على الأقل 17 مرة، فضلاً عما يزيد معك في النوافل والسنن والمستحبات. يركع إمامك في الصلاة فيرفع ويقول سمع الله لمن حمده، هذا أوان أن تحمد ربك فيسمعك سبحانه وتعالى، فتنطلق الألسنة وجموع المصلين ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. املأ ميزانك يوم القيامة بحمدك لربك. أرأيت؟ ربك يحب الحمد. ويوم القيامة يأتي الحمادون المكثرون من الحمد لله في زمرة كريمة مباركة يرفع لواءها سيد الحمادين صلى الله عليه وسلم، وهو القائل وبيدي لواء الحمد يوم القيامة. كن تحت لواء المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولن تكون تحت لوائه مع الحمادين إلا إذا حمدت الله. أما شعرت أنك في تلبيتك تقولها كثيرا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ تحمد الله؟ إي والله. تحمده على ماذا أو ماذا؟ تنهال عليك عظائم النعم وصغائرها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، فلا تدري ما الذي تحمده وما الذي تنساه. أتحمده أن خلقك سويا؟ أتحمده أن جعلك مسلما؟ أتحمده أن عافاك؟ أتحمده أن آتاك الصحة والمال؟ أتحمده أن أوفدك وأتى بك إلى بيته الحرام؟ أتحمده أنك اليوم بين جموع الحجيج؟ أتحمده أنك غدا معهم في صعيد عرفات؟ أتحمدهم أنك في ذلك المشهد وذلك الموكب الذي ينال الفخر ويباهي الله بهم ملائكة السماء؟ على ماذا تحمده أو على ماذا؟ أتظن أنك لما حججت بقدرتك وكدك واجتهادك وعرق جبينك؟ أتظن أنك جئت تحج لأنك امتلكت مالا أو واسطة أو جاها أو معرفة سعى لك حتى جئت تحج ووجدت تأشيرة أو نفقة الحج أو طريقا أو معرفة؟ لا والله أيها الحاج، والله ما جئت تحج إلا لفضل الله عليك. إن الحمد والنعمة لك والملك، والله لو أوتيت ملك قارون وأموال الدنيا وما كتب الله لك أن تحج والله لن تحج. لا تظن أن المسألة عائدة إلى تعبك، إلى تدبيرك، إلى تخطيطك، إلى مالك، إلى قدرتك، كلا والله. والسبب أنك ترى بعينيك أن في الأمة من هو أغنى مني ومنك ولم يحج حتى اليوم، المسألة ليست بالمال. وفي الأمة من هو أصح عافية مني ومنك ومع هذا لم يحج إلى اليوم. وفي الأمة من هو أكثر جاها وقدرة وعلاقة مني ومنك ومع هذا لم يحج. أما ترى؟ يا أخي المسألة عائدة إلى فضل الله وحده سبحانه. بالله عليك قلها بقلبك لما تلبي إن الحمد والنعمة لك والملك، والله ستبكي على نفسك أنك عبد ما قمت بحق ربك عليك من حمده والثناء عليه. ستخجل من ضعف حمدك أمام عظيم فضله عليك. ما يزال يغدق ويعطي جل جلاله وما زلنا مقصرين والله. لتعلم أنك عندما تحمد الله في التلبية قائلا إن الحمد والنعمة لك والملك، فلا والله لست تقوم ولا بعشر معشار حق ربك العظيم
من الحمد والنعم الذي لا حد له ولا منتهى له. وكما قال في الأثر عن داود عليه السلام قال: أي ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستوجب شكرا؟ يقول: يا رب أنا كيف أصل إلى منتهى الحمد وأنا لو قلت الحمد لله أشكرك يا رب، توفيقك لي للحمد هي نعمة تستحق الشكر، فمع ذلك أنت لن تبلغ حق الله. يا رجل افتح عينيك وأبصر الملايين في الأمة في البشرية اليوم، أمة تائهة ضائعة على ضلال على عقائد محرفة، فمن الذي هداك من بينهم؟ من الذي أتى بك من بينهم؟ يا أخي كل منكم في بلده، كم ترك وراءه هناك خلف الحدود من الملايين التي تتمنى وتبكي شوقا إلى البيت الحرام؟ كم تركت وراءك؟ ما الذي بينك وبينهم؟ ألأنك أعز عند الله منهم؟ ألأنك أكرم عند الله؟ ألأنك بينك وبين الله عز وجل شيء يخصك؟ والله ليس هو إلا محض فضل الله والنعمة له سبحانه، وكل شيء سوى ذلك أسباب، ليست إلا أسباب نبذلها ونسعى فيها، ولكنه والله لولا أمر الله وفضل الله وإذن الله لك والله ما تم لك أمر ولا تحقق لك مقصود. حجك وحده قصة، حكاية تحمل آلاف المواضع التي تحمد فيها ربك عليها. كم خطوة خطوت في حجك؟ كم نفسا تنفست؟ كم لقمة أكلت؟ كم شربة شربت؟ كم هو حجم حق الله عليك؟ وما زلت حتى الساعة تتردد أنفاسك إلى صدرك، ولو شاء سبحانه لحبسها، ولو شاء لحال بينك وبين القدوم، ولو شاء لصرفك عز وجل ولأغلق في وجهك الباب. أفلا يستحق أن تحمده؟ كل هذا في كفة، وما يعيشه الحجيج في رحلة حجهم متنقلين بين تلك المشاعر العظام، تغشاهم الرحمة والسكينة والعفو والمغفرة، وينالون العتق من النار. ذاك موضع أشد والله أن يحمد الله فيه، وأن نكون لاهجين بالشكر والثناء لله عز وجل. عرفت الآن لماذا قال السلف إنها زينة الحج، إنها شعار الحج، هي ينبغي أن تصحبك مع كل نفس في حجك، ألا تفتر، ألا تمل، ألا تسكت، اجعل حجك يقطر تلبية لله، تشعر أن الكون من حولك يشاركك في هذه التلبية. إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. تلبيتنا إذن توحيد لله عز وجل، تلبيتنا أدب وسرعة استجابة ودوام التزام، تلبيتنا تمجيد وثناء على ربنا الكريم، تلبيتنا شكر واعتراف بالنعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا سبحانه وتعالى. كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كان الصحابة في رفقتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الحج يشعرون أنها فرصة لا ينبغي أن تخلو فيها صحائفهم من ملئها تلبية لله جل جلاله، وكانوا يتقفون أثره عليه الصلاة والسلام، يسمعون منه جملا في التلبية حفظوها، وبعضهم كان يزيد عليها ما كتب له أن يزيد. كان عليه الصلاة والسلام ربما قال: لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه تلبية أثرت عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: لبيك وسعديك. انظر كيف عقلت قلوبهم هذه المعاني فطفقوا يعبرون عنها بكل الأدب بكل التعظيم بكل الحب والإجلال لله، عرفوا ما معنى التلبية. يقول ابن عمر: لبيك وسعديك، لبيك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل، يعني رغبتنا إليك يا رب وعملنا خالص لوجهك يا رب. لبيك وسعديك يعلنها فرحة سعادة في إقباله على ربه عز وجل. في الحديث أيضا قال: والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا.
أذن لهم في تلك العبارات أن يقولوا ما يعبرون به عن تمجيد وثناء لربهم سبحانه. ربما خلطوا التلبية بتكبير فلم يكن ذلك عندهم في حرج، وقد سمعت كان الملبي يلبي والمكبر يكبر فلا ينكر عليهم. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجابر في حديث في صحيح مسلم، وعائشة أيضا في الصحيحين، هي التلبية التي يقولها الحجيج كلهم اليوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة المشهورة التي رواها من الصحابة عدد كابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. في تلبية أيضا رواها عمر رضي الله عنه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، لبيك والرغبة إليك والعمل، كما عند مسلم من حديث ابن عمر. قال ابن المنذر ورويت عن عمر أيضا وعنه أيضا رضي الله عنه: لبيك ذا النعماء والفضل والثناء الحسن، يثني على الله بأن النعمة له وهو المستحق للثناء. قال: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك. يعلنون في تلبيتهم ما يعبرون به عن معاني صدورهم. في سنن أبي داود من حديث جابر قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته التي سمعتم قبل قليل، قال: والناس كانوا يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. هذه التلبية يا كرام حج بها الأنبياء عليهم السلام، وكانوا في تلبيتهم مقبلين على هذه المعاني العظيمة، يعلنونها إخباتا وإقبالا على ربهم سبحانه وتعالى. كان السلف رضي الله عنهم يعيشون أيضا هذه المعاني العظيمة. اسمع رعاك الله، عن يعقوب بن يزيد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة، وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة، يعني عند الميقات لما جاء يحرم. قال: وسمعتهم يصرخون بها جميعا، يعني التلبية بالحج والعمرة. سمى التلبية صراخا لأنهم سمعهم يهلون بها، يرفعون أصواتهم رفعا. وحديث قد تقدم بكم قال: جاء جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا بسند صحيح عن بكر المزني قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، يعني حتى ملأ صوته الوادي. عندها لم يتكن تكن مكبرات الأصوات ولم تكن الميكروفونات تساعد على إسماع الآفاق، لكن كانوا يشعرون أنهم ما بلغت حناجرهم من القوة في رفع الصوت بها فإنهم لا يبخلون بها. وعن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وهذه البحة التي تكون منهم رضوان الله عنهم في حجهم إنما كانت على هذا المعنى العظيم في إعلان تلبيتهم لربهم الكريم سبحانه وتعالى. التلبية يا كرام كما في حديث ابن عباس وقد أخرجه البزار في مسنده بسند حسن هي ميراث الأنبياء، وقد حج النبيون جميعا، وما بعث الله نبيا إلا حج بيته الحرام. يقول ابن عباس كما أخرج البزار بسند حسن يقول رضي الله عنهما: كانت تلبية موسى عليه السلام: لبيك اللهم لبيك عبدك وابن عبديك. وكانت تلبية عيسى عليه السلام: لبيك عبدك وابن أمتك. وكانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في الحديث الصحيح: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أليست رحلتكم هذه معشر الحجيج وفادة كريمة عند أكرم الأكرمين؟ تدري ما الوفادة؟ الوفادة قدوم في ضيافة واحتفاء.
أنت وافد كريم على الله، جئت إليه تأم بيته الحرام، وتقصد غدا المشاعر العظام، جئت وملء صدرك الإعظام والإجلال لرب كريم دعاك. دعني أقرب لك الصورة، ماذا لو احتفى بك أحد العظماء والكبراء؟ ماذا لو استضافك ملك من الملوك، أمير من الأمراء، وزير من الوزراء، كبير من كبراء البلد؟ بالله عليك حدثني عن شعورك. إن وجه إليك الدعوة لك أنت تخصك، وناداك لضيافته في مأدبة طعام غداء أو عشاء، ولو لم يكن فيها شيء إلا استضافته لك، والله لتشعرن بالفخر أن أصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسلطان والجاه دعوك فأجبت دعوتهم، فتأتي في كامل احترامك وأدبك، وتدخل مكان استضافتك وأنت تنطق كل شعرة فيك عن امتنانك لمثل هذه الضيافة، وتشعر بكرم الوفادة إن قدم لك طعاما وشرابا، ومهما وجدت من أبهة الضيافة وفخامة الاستضافة وكرم الحفاوة سيزداد فرحك وسرورك، والله لتعيشن فرحتها أياما وربما شهورا. يا رجل أين أنت عن ضيافة رب الأرباب وملك الملوك جل في علاه، ويدعوك إلى بيته الحرام، وتكتحل عينك برؤية الكعبة وبالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة، ثم يأذن لك سبحانه أن تقتفي أثر الخليل إبراهيم عليه السلام فتذهب لترمي الجمرات، ويأذن لك سبحانه أن تكون اليوم في أمة الإسلام بين 2 مليار مسلم تقريبا، 2000 مليون، يأذن الله لك أن تكون واحدا منهم، تأتي لتحج، لتقف، ليكتب اسمك في ديوان الحجيج هذا العام. هذا الشرف من لك به؟ هذا الكرم كيف يحتمله قلبك؟ هذه الوفادة الكريمة كيف ستحدث بها نفسك؟ لا تحدث أحدا، أسمع ربك تلبية تقول فيها لبيك، تعلن فيها فرحتك استجابتك. لو أن أحد العظماء وجه إليك الدعوة وينتظر إجابتك، والله لتجيبنه في لمح البصر. من ذا الذي سيتأخر عن ضيافة فيها إكرام وحفاوة ووفادة عند العظماء والكبراء والرؤساء والملوك؟ أين أنت في دعوة كريمة ينادى بها الحجيج والعمار، الحجاج والعمار وفد الله؟ دعاهم فأجابوه، أرأيت؟ أجبت أنت تقول لبيك اللهم لبيك؟ الذي نقصده يا كرام أن تكون تلبيتنا حافلة بهذه المعاني، أن تكون مدركة لأبعاد هذه القضايا، وأن تكون مستوعبة لعمق ما فيها من الدلالات، رجاء حتى نتجاوز بتلبيتنا العبارات الجوفاء، أن تكون كلاما يقال باللسان في سهو وغفلة وشرود ذهن، أن تكون من أقل ما نعمله في حجنا فلا نقولها إلا مرات، وننتظر رفع صوت مناد يقولها في مكبر الصوت فنتبعه وننساق له، فإن قال قلنا وإن سكت سكتنا. اجعل تلبيتك في حجك شكرا لله، ولو نطقت بها صبح مساء وأنت نائم على الفراش ما أحصيت حق ربك الكريم. اجعل تلبيتك لربك اعترافا وإذعانا، أدبا واحتراما، حبا وإجلالا، وربك يستحق ذلك وأعظم، فاجعلها غير منقطع بها نفسك رعاك الله وأنت محرم في رحلة حجك. اجعلها معك في منى، في مزدلفة، في عرفات، في الطرقات، في الحافلات، في المخيمات، على الفراش، في الممرات. اجعل كل شيء يشهد لك يوم القيامة أنك قلت هنا لبيك اللهم لبيك. اجعل كل شيء يسمعك يشهد لك أنك ناديت، أنك رفعت صوتك، أنك جهرت، أنك أسمعت الدنيا كلها لبيك اللهم لبيك. مشهد تعيشه الأمة كلها، قطرة من بحر هي الجموع التي جاءت تحج. ما المليونان و3 مليون في وسط 2000 مليون مسلم في أمة الإسلام اليوم؟ والله إنهم ليرصدونكم من وراء الشاشات، وينظرونكم في القنوات،
يرون اجتماعكم عند الكعبة في الصلوات، ويرونكم في صعيد عرفات، ويرونكم عند الجمرات، والله قلوبهم تتقطع شوقا وأعينهم تبكي دمعا، يتمنون ساعة مما أنتم فيه، يتمنون لحظة من الكرم الذي يحيط بكم في تلك المواقف. فمعاذ الله أن يكون أحدنا في غمرة تلك المواقف غافلا، غير مدرك عظيم الحفاوة، عظيم الكرم، واسع العطاء الذي يحيط به عن يمينه وعن شماله، وهو يعيش معاني الحج في هذه الرحلة العظيمة. لبيك اللهم لبيك، والله كلمة كريمة عظيمة، لو شعرها المؤمن حقا لأدركته من الأحوال ما أدركت السلف رضوان الله عليهم، والذي أدركهم يا إخوة والله شيء يقشعر له البدن وتنتفض له النفوس. كان أنس رضي الله عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه، ما يتكلم، يرى أنه لا يليق به من الأدب أن يراه الله منصرفا إلى غيره يتكلم مع هذا ويخوض مع ذاك، أو يجادل أو يخاصم أو يقضي وقته وهو محرم في غير تلبية. هذا أنس رضي الله عنه. قال سفيان بن عيينة: حج علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. وعلي بن الحسين زين العابدين هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. اسمع، يقول سفيان: حج علي بن الحسين زين العابدين، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، انعقد لسانه. فلما سئل قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. يعيشون أنهم يناجون الله، وأن أحدهم إذا قال لبيك يسمع ربه، فيخاف أن يكون في إحرامه ليس كما ينبغي فترد عليه تلبيته في وجهه. هذا على رغم ما كانوا عليه من ذروة الصلاح والتقى والسيادة التي أموا بها الدنيا في حياتهم، لكنها القلوب الحية اليقظة التي تستشعر أن التلبية ليس أعزوفة تنشد في الحج، لا، هو كلام، هو مشاعر قلب يعبرون به حال إحرامهم. ووقع، فلما سئل قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. قال: ووقع من راحلته ولم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه، ما زال يصحبه ذلك الشعور حتى أتم الحج. كان شريح رحمه الله إذا أحرم كأنه حية صماء من كثرة الصمت والتأمل والإطراق لله عز وجل، الحية الصماء التي لا تتحرك ولا يبدو منها شيء، فكأنه حية صماء من صمته وإطراقه. الناس من حوله تتكلم والحياة من حوله تتحرك، لكنه شعر أنه في موقف خرج فيه من حياته محلقا في اتصاله بربه عز وجل. كان جعفر الصادق لما حج أراد أن يلبي فتغير وجهه فقيل له: ما بالك يا حفيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أريد أن ألبي وأخاف أن أسمع غير الجواب. صدقا والله كانوا يعيشون أنهم يناجون الله بالتلبية، أنهم يخاطبون خالقهم، أنه دعاهم فقالوا لبيك، وينتظر أحدهم أن يعيش هذه المعاني. كانوا في تلك المواقف صدقا يعيشون أنهم يقبلون على رب كريم، وأن عظمة ربهم سبحانه التي ملأت قلوبهم ما كانوا يطيقون بها أن تمر بهم مواطن العبادة في الحج إلا بقلوب قد تشربت من تلك المعاني العظام. أين أنا وأنت؟ ما حالنا إذا لبينا؟ كيف تلبيتنا في الحج؟ كيف زينته؟ كيف شعاره في نسك أحدنا؟ لا بأس فيما مضى، ستقبلون معشر الحجيج بعد غد على الشروع في نسك تحرمون به لربكم، تعلنون به تلبية من جديد، لبيك اللهم حجا
فأسمعوا الدنيا وأيقظوا بها قلوبكم وحركوا بها ألسنتكم بمشاعر صادقة تعي أن التلبية لله استجابة كريمة وشرف عظيم ووفادة مباركة يقدم بها أحدكم على ربه وخالقه ومولاه في الحج. نعيش هذه المعاني العظام فنقبل على رب كريم نرجو ما عنده، ونجئنا نحمل عيوبا وذنوبا وتقصيرا وتفريطا، لكن حسن ظننا بالله الذي قلنا له لبيك اللهم لبيك، وجميل تعلقنا بفضل الله الذي جئنا فرفعنا له اليدين، وحسن اعتقادنا وظننا بعفو ربنا وكرمه الذي ينال جموع الحجيج في الحج يجعلنا أكثر طمعا في أن نقبل في حجنا طامعين فيما عند الله، ملتفتين إلى قصورنا نعم، إلى إسرافنا على أنفسنا نعم، لكننا ننظر بالعين الأخرى إلى عظيم فضل الله وإلى عظيم كرمه وعطائه وإلى عظيم ما عنده مما يكرم به عباده في الحج. ليست أمة الإسلام وحدها في حجها من جموع الحجيج هي التي تلبي، كل عبد لله إذا استشعر هذا المعنى فهو ملب لله، كل عبد قائم على طاعة الله مستقيم على أمر الله ملتزم بشريعة الله هو في معنى التلبية لله، لبيك ربنا وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربنا وإن لم أكن بين الصفوف محرما، لبيك ربنا ولو أكن بين الطائفين واحدا منهم، لبيك ربنا وإن لم أكن في جموع الحجيج وموكبهم لا طائفا ولا ساعيا. كل مسلم في أي مكان هو قائم على إجابة دعوة ربه وامتثال أمره واجتناب نهيه. يا كرام، حجنا والله عبادة عظيمة تحرك في النفوس معاني الإيمان وتقربها من جديد إلى ربها. الحج مدرسة تصهر فيها القلوب وتعاد صياغتها من جديد لتمتلئ إيمانا ومعرفة بالله، لتكون أكثر قربا من الله، لتعيش جموع الحجيج في رحلة حجها منعطف خير تعود به إلى حياة الاستقامة، إلى الكرامة التي أرادها الله لأمة الإسلام. هنا تدركون لما أوجب الله الحج في العمر مرة واحدة، لأن المرة الواحدة كفيلة إذا أقمنا حجنا كما ينبغي، فالمرة الواحدة كافية وكفيلة بأن تعيدك من جديد إلى طريقك نحو الله والدار الآخرة، تعرفك الطريق وتلزمك المنهج السوي. وقد أحيت في داخلك هذه المعاني، ما أحرانا يا كرام أن نبث تلك المعاني في جموع الحجيج من حولنا، أن نسوقهم باستشعار هذه المعاني فنذكر بها، أن نجعل تلبيتنا في الحج إيماناً. أسمع الدنيا لتعلم الدنيا بأسرها اليوم أن ملايين المسلمين في مكة والمشاعر أمة مباركة، أمة حمد وتمجيد، أمة ثناء وتعظيم، أمة أدب وخضوع واستكانة لرب العالمين. أعلنوها للدنيا كلها أننا أحرى الأمم، أحرى الأمم بنيل كرامة الله في الدنيا والآخرة، وأننا أوفر الأمم وفاء بحق الله العظيم بالعبودية التي من أجلها خلقنا رب العالمين. أعلنوا للدنيا كلها، أسمع السماء والأرض والأفق، وليجعل كل من حولنا يعلم أن أمة الإسلام في حجها في أداء المشاعر والمناسك أمة جليلة مهابة، وقمة هيبتها في العبارات التي تسمعها الدنيا تلبية لله. عظمة هي والله، التلبية شعار عظمة ينتمي إليها المسلم بدينه، وهو اليوم في أداء النسك يعيش هذه العظمة في أوجها فيعلنها تعظيما ويشعر معه بعظمة دين أكرمه الله به وعبادة أذن الله تعالى له بالإتيان إليها. فهو اليوم حاج بين الحجيج، اليوم أنت حاج وغدا لا تدري أين تكون، كتب لك أن تحج هذا العام وقد لا يكون لك في مستقبل العمر ولا الأيام لا مرة ولا ثنتين، وقد تكون آخر حجة لك في حياتك، فاجعل لك فيها أثرا شاهدا، اجعله حجا ناطقا، اجعله عامرا بذكر وتلبية تملأ بها حجك، لتكون عبدا أقبلا بقلبه وقالبه بباطنه وظاهره، نبض فيك كل عرق
وجرى فيك كل نفس وتحركت معك كل شعرة تلبي معك تستجيب لك في هذا الحج الكريم وهذه العبادة العظيمة. كل خطوة في مناسك حجك عبادة، كل خطوة في مناسك حجك عبادة، فاجعلها عامرة بذكر الله، بطاعته، بالقرب منه، بالإعلان، بالإذعان. لا بأس، لا بأس عليك والله أن تجعل رحلة حجك كلها دموعاً وخضوعاً، بكاءً، تبكي فرحاً بالله تارة، وخوفاً من الله تارة، وشوقاً إلى الله والجنة تارة، وخوفاً من العذاب والسخط تارة. اجعل مشاعرك الممتزجة تخالط أيامك في حجك وتملأ دقائقك وساعاتك، هي رحلة يراد لك أن تعيشها بهذه المشاعر، ليست رحلة جوفاء، ليست جافة، ليست جامدة، رحلة يراد بها أن تحج فينا القلوب قبل الأبدان، وأن تتحرك بها المشاعر قبل الأقدام، وأن تكون فيها أنفاسنا، أن تكون أنفاسنا فيها حافلة عامرة مليئة بكل ما يقربك إلى الله عز وجل. أكرمك الله وأنت لازلت على الباب فناداك وأجبت، فكيف بكرمه سبحانه وأنت في بيته؟ كيف بكرمه عليك وأنت واقف في صعيد عرفات؟ كيف بك وأنت عند الجمرات وأنت تحلق رأسك وتنحر هديك وأنت في مينا والمزدلفة؟ يا قوم والله إنها مواقع عظام وأيام عظام وأعمال عظام ومشاعر عظام، بقي أن تكون أنت عظيما، وعظمتك كما قلنا إنما هي في قمة افتقارك إلى الله وإظهار ذلك وخضوعك ومسكنتك أمام الله في تلبيتك، تعلن هذا المعنى بجلاء. فقرك أنت وعبوديتك واعترافك وإذعانك وخضوعك لربك مع تمجيد عظيم وثناء كريم يستحقه أكرم الأكرمين. فاجعلوها رحلة حج تمتلئ وتقطر تعظيما لله جل جلاله. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. اللهم لك لبينا وإليك أتينا، وإلى بيتك الحرام والمشاعر العظام نقصد حج بيتك هذا العام. اللهم فيسر للحجيج حجهم وتمم لهم بخير أداء نسكهم يا كريم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا أكرم الأكرمين. اللهم كما أكرمتنا وإياهم فأوفدتنا وأوصلتنا وأتيت بنا، اللهم فإنا نسألك أن تتم علينا من كرمك وجودك ونعمتك وفضلك وإحسانك ما نتم به أداء المناسك في يسر وسلامة وعفو وعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان والخذلان، نسألك يا رب حياة لقلوبنا تملأها تعظيما وإجلالا لك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا في أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. ربنا وخالقنا إلهنا ومولانا، هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، يحبونك يا رب ويعظمونك ويشهدون أن لا إله إلا أنت وأن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم فاجعل ذلك في ميزان الحسنات ثقيلا يوم نلقاك، واجعله يا رب شاهدا لنا على حسن إيماننا وطاعتنا لك يا رب العالمين. اللهم فاجعلنا يا ربي في جموع من سألك فأعطيته، ودعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصر بك فنصرته. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واهد ضالنا وتقبل منا، واهدنا إلى سواء السبيل يا رب العالمين. نعوذ بك ربنا من الكفر والضلال والزيغ بعد الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، ولساننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعملنا من الرياء يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين.